سعيد بينما المركز الثالث ثالث المراكز الشاهينية من هجن العاصفة، والمركز الرابع كذلك الشاهينية من هجن العاصفة يقودهن غياث الهلالي في تضميرهن وتدريبهن، بينما المركز الخامس خامس المراكز وهذه قماري تاتي في المركز الخامس لاسم الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم وعلي بن أحمد الصديق الحي الذي يتقدم في التضمير، بينما المركز السادس الشاهينية من هجن العاصفة يقودها في التضمير غياث الهلالي، هذه النتيجة. والمركز السابع هناك من على بعد أرى مشاهدينا متابعين الكرام هذه اللي تتواجد وتندفع اللي هي هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسهيل بن مبارك بن مرخان اللي يضمرها، هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام. أعود مرة ثانية بعد النداء الأول وإكمال ندانا للعشرة للمراكز الحاضرة في هذا الشوط، نسير مع تنافس هذا الشوط وتحدياته ونعود إلى المركز الأول، ولا زالت بهجة اللي تاتي بالمركز الأول لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم يضمرها طارش بن مبارك بالقوبع، هي اللي تقود الحول وتتقدمهن حتى هذه اللحظات بالمقدمة وبالمركز الأول وتسيطر على مقدمة الشوط الشاهينية في المركز الثاني من هجن ند الشبا ويضمرها سالم بسعيد، بينما المركز الثالث هذه الشاهينية من هجن العاصفة والمركز الرابع كذلك من هجن العاصفة يقودهن في التضمير غياث الهلالي الشاهينية والشاهينية، هذه الرباعية الجميلة اللي تتسيد على المقدمة الأربع المراكز والمربع الذهبي الجميل الذي يحمل هذه السلالات وهذه الأشكال الجميلة مشاهدينا الأعزاء في هذا المسار. المركز الخامس هذه قماري تأتي في المركز الخامس لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم علي بن أحمد الحي اللي يضمرها يتقدم مع المركز الخامس، والمركز السادس هذه وصلت الشاهينية من هجن العاصفة يقودها في التضمير اللي هو غياث الهلالي، بينما المركز السابع هملولة سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسهيل بن مبارك بن مرخان يضمرها، هذه السبع المراكز الأولى المتقدمة التي تسير في هذا الشوط في قبل شوط الختام في أسبوع الكبار وتحديات الكبار في ميدان المرموم. أتمنى النداء لحضراتكم للمرة الثانية على التوالي. أعود معاديل الأربعة كيلو مترات ومنتصف المسافة فالثمانية كيلو متر التي تنطلق في تحديات هذا المساء وهذا الاندفاع الجميل في هذه الانطلاقات وهذه التحديات الجميلة في أرضية هذا الميدان. يا سلام، هذه اللي تسيطر على مقدمة الشوط الشاهينية تقود مساري هذا الشوط وتحمل شعاري هجن العاصفة ويقودها غياث الهلالي في عملية التضمير، بهجة على المركز الثاني لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم
ومع طارش بن مبارك بالقوبع على المركز الثاني والمركز الثالث الشاهينية من هجن ند الشبا يقودها بالتضمير غياث أو يقودها بالتضمير سالم بن سعيد اللي يضمر هجن ند الشبا، والمركز الرابع هذه الشاهينية من هجن العاصفة يضمرها غياث الهلالي أي اللي في المركز الرابع، هذه الأربعة اللي باعدن والخامسة الشاهينية لسمو الشيخ أو من هجن العاصفة، الخامسة الشاهينية ضمرها غياث الهلالي، والسات اللي هي قماري لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم مع علي الحاي، والمركز السابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم اللي هي مع سهيل بن مبارك بن مارخان. هذه النتيجة للمراكز الأولى في مسار الشوط وتحدياته في هذا الانطلاق الجميل وهذا الاندفاع الرائع على أرضية هذا الميدان. عودي إلى المراكز الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا المسار وفي هذا اللقاء الجميل، شوف الرقص وشوف التحديات الأولى مع هذه الانطلاقات. مسيطرة الشاهينية لا زالت نتائج كالآتي لم تتغير، الشاهينية مسيطرة وكذلك بهجة ضاغطة على الشاهينية، الشاهينية من هجن العاصفة وتضمير غياث الهلالي وبهجة تحمل شعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، ويضمرها طارش بن مبارك بالقوبع على المركز الثاني والمركز الثالث الشاهينية هجن ند الشبا كذلك بتضمير سالم بن سعيد في هذا الاندفاع. المركز الرابع وصلت الشاهينية من هجن العاصفة يقودها في التضمير اللي هو غياث الهلالي، شوف الأربع بعدا بينهن وبين البقية ما شاء الله، وسارا بالمراكز الأولى ليدخل في بوابة العبور وفي 2 كيلومتر الأخيرة ويتنافسا على شرف الفوز والناموس على أرضية هذا الميدان. يا سلام يا سلام، شوف هذا النقل وشوف هذا الكادر العلوي الذي يحمل في شاشة دبي ريسنج هذه الأربع المراكز الأولى المتقدمة والثلاث المراكز الأولى اللي تتنافس على ناموس هذا الشوط بالتحدي وبالأثارة وفي المرموم، وشوف كيف الوضع في المرموم رايد للمشارك يعطي آمال وقناعة عند يلي يرتكون الكل كايد وكل ما مال الحمل شدة وصقاعة. الله دائما المرموم مشاهدينا متابعينا الكرام جميل ورائع للغاية، وأيضا المشاركات جميلة فيه من أبناء الدولة ومن أبناء دول مجلس التعاون الذين يحضرون في دبي في دانة الدنيا في ميدان المرموم ملاك الأصايل على الرحب والسعة بهذا الملتقى الخليجي الجميل الذي يحمل ملاك الأصايل في هذا الميدان في تحفة الميادين، الميدان الذكي دائما الذي يحمل هذه الانطلاقات. 1200 لوحة الإعلان اللي قادرناها مع هذه الأسماء، واتجهنا إلى الكيلو المتر الأخير الذي يحمل فيه في طياته هذه الأسماء الذي تتنافس الأربع على المراكز الأولى هجن ند الشبا وهجن العاصفة، واللي هي مشاهدينا متابعينا الكرام بهجة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في المركز الرابع. الأربع المراكز الأولى وبريحية وبانطلاقة يعني استعدادات سباقات تمهيدية أيضا ودية جميلة ما بين المتنافسين إلى التطلع إلى الختاميات وهذا الموسم القادم. يا سلام
يا سلام عودتنا الى المراكز الاولى والشاهينيه، والشاهينيه هجن العاصفه، وشاهينيه هجن ند الشبا، كلها تندفع بثلاثيه جميله وبموقع واحد ومكان واحد تقريبا للتنافس على وصول خط النهايه بالفوز والناموس في هذا الشوط قبل شوط الختام في هذه الانطلاقات وهذه التحديات المثيره. هناك نسير مع المركز الأول ونسير مع الانطلاق الأول مع هذه الاندفاع وهذه الانطلاقات الجميلة والرائعة على أرضية هذا الميدان في الاندفاع في الانطلاق. تهانينا والناموس لهجن العاصفة على هذا الفوز ووصول الشاهينية والشاهينية على الفوز بالمركز الأول والثاني، والمركز الثالث هذه هجن ند الشبا تاتي بالشاهينية، المركز الرابع هذه وصلت فيه اللي هي مشاهدين العزاء بهجة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في المركز الرابع. هذه الأربع المراكز، عودة مع أبو عدنان إلى التوقيت ونترك بقية المراكز للجنة خط النهاية. التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام 12 دقيقة و 51 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، التهنية لغياث الهلالي، بينما المركز الثاني الشاهينية من أتت في المركز الثاني أيضا من هجن العاصفة في توقيت زمني مقداره 12 دقيقة 52 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس وهجن ند الشبا في المركز الثالث في توقيت زمني 12 دقيقة 52 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس.